كان ريال مدريد النهارده، والاهلي متعود يلعب مع الانديه الكبيره زي النهارده، كان الاهلي بيفوز على روما الايطالي 2-1 على استاد القاهره. الكلام دوت من 18 سنه، من 2002. طبعا تشكيل روما كان بيضم نجوم كبيره جدا جدا، باتيستوتا ومونتيلا وجارديولا ودالاس وكافو، وكان طبعا المدرب الكبير فابيو كابيلو هو اللي كان بيقود هذا الفريق. واحنا زي ما شايفين على الشاشه دي اهداف النادي الاهلي في نادي روما. وزي ما بقول لحضراتكم دايما، النادي الاهلي يمكن على المستوى العالمي كان بيقابل فرق كبيره جدا جدا، وكمان مش بيقابلها بس، ده كان بيقابلها وبيعمل نتائج وبيعمل شكل كبير جدا جدا. وطبعا زي ما اتكلمنا ان اللي احرز الهدف طبعا للانجولي ايفيلينو اختفى تماما بعد الموسم دوت، رجع لانجولا. والنهارده والاول مره، اعتقد لاول مره بيظهر تاني على شاشه النادي الاهلي عشان بيقول رساله لجماهير النادي الاهلي، وبيفكرنا بالفوز الكبير على روما 2-1. نشوف قال ايه ونرجع مع حضراتكم. انتيغو براتيكانتي دو الاهلي دو ايجيبتو بروبريمنت فالاندو دو جوغو AS Roma, Al-Ahli do Egito, AS Roma da Itália, foi um dia inesquecível. Foi o dia que dei a vitória ao Al-Ahli, não só ao clube e aos adeptos, prontos e marcando um golo muito importante, foi gratificante. E até este momento nunca me esquecerei dessa data, que é o dia 12 de agosto de 2002. Quando chega o momento desta data, sinto-me muito, muito, muito honrado. E só tenho a agradecer ao Al-Ahli por me dar essa oportunidade de jogar ou de ser contratado pelo clube, num dos melhores clubes, não só de África, mas eu digo até do mundo. Eu só tenho a agradecer. O meu muito obrigado. Shukran. Afwan. طبعا مدرب الاهلي في المباراه دي فاكر طبعا كان مين؟ جو بونفرير كان هو المدرب اللي جه الاهلي بعد ما عمل امجاد كبيره جدا مع منتخب نيجيريا، وقدر في الفتره دي انه يفوز مع نسور نيجيريا بالميداليه الذهبيه لاولمبياد اتلانتا 96. هنشوف بونفرير كان بيقول ايه عن المباراه دي ونرجع تاني. Or جو بونفرير. On this day, 11 August 2002, it was an amazing night for me and for all Al-Ahli fans. We played a big friendly game against AS Roma from Italy. Some players played in this game on their top level. We won 2-1. I still remember that night. It was a great football night to win from AS Roma. I trusted all Al-Ahli spirit and all my players. I wish all the best to all players who was in my squad in Al-Ahli. All the best steps in my long football career. Stay safe for the virus. Thank you, Egypt. Allah bless you. Thank you.